علمنا أن المصدر هو اسم يدل على الحدث مجردا عن الزمان، ولدينا الآن من المصادر اسم المرة، فما هو وكيف يصاغ وما دلالته؟ كما يدل اسمه عليه فهو مصدر يدل على وقوع الحدث كالمصادر الأخرى، ولكنه يدل على وقوع هذا الحدث لمرة واحدة. إذن اسم المرة هو مصدر يدل على وقوع الحدث مرة واحدة، ويمكن أن يثنى وأن يجمع. لدينا الآن في هذه الصورة رجل وقد نظر إلينا. كم مرة نظر إلينا؟ إنها مرة واحدة. إذن فماذا سنقول؟ سنقول نظر الرجل كم؟ نظرة. نظر الرجل نظرة للدلالة على أنه نظر إلينا مرة واحدة. وهذا المصلي إنه يركع، كم ركعة ركعها؟ إنها واحدة. فماذا سنقول؟ سنقول ركع المصلي ركعة للدلالة على أنه ركع ركعة واحدة. ثم ماذا فعل بعد ذلك؟ لقد سجد، وكم سجدة سجدها؟ إنها واحدة. فماذا سنقول؟ سنقول سجد المصلي سجدة للدلالة على أنه سجد لمرة واحدة. ونلاحظ في الأسماء الثلاثة الماضية نظرة وركعة وسجدة أنها جاءت على وزن فعلة، وأنها دلت على وقوع الحدث مرة واحدة، وأنها أيضا مصوغة من فعل ثلاثي، فنظرة من نظرة، وركعة من ركعة، وسجدة من سجدة. إذن نستنتج أن اسم المرة يصاغ من الثلاثي على وزن فعل. ماذا لدينا الآن؟ لدينا ذاك الولد وهو يفكر في لعب الكرة، فماذا سنقول؟ سنقول فكر الولد كم؟ تفكيرة. فكر الولد تفكيرة للدلالة على أنه فكر لمرة واحدة. وذاك الطفل الصغير الذي أشعل اللهب، كم مرة أشعل اللهب؟ لقد أشعله لمرة واحدة. فماذا سنقول؟ سنقول أشعل الطفل إشعالة للدلالة على أنه أشعل لمرة واحدة. وتلك السيارة التي انطلقت مع بداية السباق، كم انطلاقة انطلقتها؟ لقد انطلقت لمرة واحدة، انطلاقة سريعة. إذن فماذا سنقول؟ سنقول انطلقت السيارة كم؟ انطلاقة. انطلقت السيارة انطلاقة. ونلاحظ في الأسماء الثلاثة الماضية تفكيرة وإشعالة وانطلاقة أنها جاءت لتدل على اسم المرة، وصوغت من المصدر الأصلي للفعل مع إضافة تاء في آخره. فالفعل فكر مصدره التفكير، وأشعل مصدره الإشعال، وانطلق مصدره الانطلاق. جئنا بهذه المصادر وأضفنا لها تاء في آخرها لتدل على اسم المرة، فنقول فكر تفكيرة للدلالة على التفكير لمرة واحدة، وأشعل إشعالة للدلالة على الإشعال لمرة واحدة، وانطلق انطلاقة للدلالة على الانطلاق لمرة واحدة. ونلاحظ أيضا أنها أفعال غير ثلاثية، فقد صغنا اسم المرة من الثلاثية فيما سبق على وزن فعل، أما فيما غير الثلاثي صغناه على وزن المصدر الأصلي للفعل مع زيادة تاء في آخره. إذن يصاغ اسم المرة من غير الثلاثي على وزن المصدر الأصلي للفعل مع زيادة تاء في آخره. ونلاحظ في الأسماء الماضية كلها نظرة وركعة وسجدة وتفكيرة وإشعالة وانطلاقة أن مصدرها الأصلي ليس على وزن فعل، فنظر الفعل نظر مصدره نظرا أو نظرا، وركع مصدره الركوع، وسجد مصدره السجود، وفكر مصدره التفكير، وأشعل مصدره الإشعال، وانطلق مصدره الانطلاق. فلم ينتهوا بتاء بالنسبة للثلاثة الأخيرة، ولم يأتوا على وزن فعل بالنسبة للثلاثة الأول. إذن فهذه الأفعال يصاغ منها اسم المرة تبعا للقاعدة التي تقول أن اسم المرة يصاغ من الفعل الثلاثي على وزن فعل، ومن غير الثلاثي على وزن المصدر الأصلي للفعل مع زيادة تاء في آخره. لكن ماذا إذا كان المصدر الأصلي أصلا على وزن فعل للثلاثي، أو المصدر
المصدر الأصلي انتهى بتاء لغير الثلاثي كالاسمين دعوة واستعانة. في هذه الحالة سندلل على اسم المرة بالوصف بكلمة واحدة، سنصف اسم المرة بكلمة واحدة كالاسمين دعوة واستعانة. فإن دعوة المصدر الأصلي للفعل دعا، وهو على وزن فعل، فنصفه بكلمة واحدة، تقول دعوته دعوة واحدة. واستعانة هي مصدر استعانة، ولكنها انتهت بتاء أصلا، فكيف ندل منها على اسم المرة؟ نقول استعنت استعانة واحدة، يعني في دعوة نقول دعوته دعوة واحدة واستعنت به استعانة واحدة. إذا نستنتج أنه إذا كان المصدر الأصلي مخطوما بالتاء دل على المرة منه بالوصف بكلمة واحدة. ونأتي للجزء الثاني في هذا الدرس، وهو اسم الهيئة. فما هو اسم الهيئة؟ هو من المصادر ويدل على هيئة الفعل حين وقوعه، مصدر يدل على هيئة الفعل حين وقوعه. لدينا في هذه الصورة ذاك الفارس الذي وثب على أعدائه وثبة الأسد، فماذا سنقول؟ وثب الفارس وثبة الأسد، فشبهنا الوثبة التي وثبها بوثبة الأسد، وأن هيئتها كانت كهيئة الأسد إذا وثب، وهذا الرجل مشى مشية متواضع، فماذا سنقول فيه؟ سنقول مشى الرجل مشية متواضع. ونلاحظ في الاسمين السابقين وثبة ومشية أنهما دل على الهيئة التي حدث بها الفعل حين وقوعه، وأنها أيضا جاءت على وزن فعل بكسر الفاء، بخلاف فعلة التي كانت لاسم المرة. اسم المرة قلنا أنه على وزن فعلة، أما فعلة فهي لاسم الهيئة، وكسرت الفاء للتفرقة بين اسم المرة واسم الهيئة. إذن نستنتج أن اسم الهيئة يصاغ من الثلاثي على وزن فعلة. وماذا عن غير الثلاثي؟ اسم الهيئة يختلف عن اسم المرة، فهو لا يصاغ إلا من الثلاثي، لا يصاغ اسم الهيئة من غير الثلاثي أبدا، إلا في بعض المواضع التي شذ صوغها فيه وهي نادرة في اللغة والسماعية ولا يجوز لنا أن نقيس عليها، مثل قمصة من تقمص، وخمرة من اختمر، وعمة من تعمم، وهي أفعال نادرة في اللغة سماعية شذت عن القاعدة. ونلاحظ في الاسمين وثبة ومشية أن فعلهما وثب ومشى ليس المصدر الأصلي منهما على وزن فعل، بل وثب مصدره وثبا ووثبان أو وثوب ووثيب، وليس المصدر الأصلي منها على وزن فعل، وكذلك مشى فإن مصدرها المشي وليس على وزن فعل. ماذا إذا كان المصدر الأصلي للفعل على وزن فعل؟ في هذه الحالة يدل على اسم الهيئة بالوصف أو الإضافة، مثل الفعل خبر، فمصدره خبرة بوزن فعل، فنقول خبر يخبر خبرة. ففي هذه الحالة كيف يدل على الهيئة إذا كان المصدر الأصلي أصلا على وزن فعل؟ في هذه الحالة يدل على الهيئة بالوصف أو بالإضافة، فندل على الهيئة بالوصف فنقول خبرت العمل خبرة واسعة بالوصف، أو خبرة المتخصص بالإضافة. فنستنتج أنه إذا كان المصدر الأصلي على وزن فعل دل على الهيئة منه بالوصف أو الإضافة. إذن ماذا تعلمنا في هذا الدرس؟ تعلمنا أن اسم المرة هو مصدر يدل على وقوع الحدث مرة واحدة ويمكن أن يثنى وأن يجمع، وأنه يصاغ من الفعل الثلاثي على وزن فعل ومن غير الثلاثي على وزن المصدر الأصلي للفعل مع زيادة تاء في آخره، ويصاغ من الفعل الثلاثي على وزن فعل، وإذا كان المصدر الأصلي مختوما بالتاء دل على المرة منه بالوصف بكلمة واحدة، وأن اسم الهيئة هو مصدر يدل على هيئة الفعل حين وقوعه، ولا يصاغ اسم الهيئة إلا من الثلاثي ويكون على وزن فعل. وإذا كان المصدر الأصلي على وزن فعل دل على الهيئة منه بالوصف أو الإضافة.